السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم ان شاء الله واحد الدويرة في واحد المحل كيبيع الأثواب كلها، تكاشط، القفاطن، الجلالب، أي حاجة تخطر لكم على البال، وبأثمنة جد مناسبة بزاف. ومن بعد ان شاء الله واحد الدويرة قصيرة في البرنوصي، واحد الأخت طلبتها ليا ولبيت لها طلب ديالها. نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. دابا تقريبا هادشي كله الجديد ياك اللي هنا. هما هاد السيد راه هو اللي كان تقداو من عنده الدار. دابا نيت ربينا الوالده واحد ثوب المليفه، نوريكم المليفه شنو كاين فيها. هما هاد ثواب المحل، اي حاجه بغيتوها غتلقاوها، يعني ما غاديش تخرجوا من هنا حتى تديو داكشي اللي بغيتو. هادي زوينه بزاف هادي. نوريكم الثوب، هذا شي يقولوا لي اخويا؟ مليفه مزوقه. مليفه مزوقه. كاينه في اللوينات. هذه وزهراء ومليفه زهراء هما اللي خارجين دابا ياك؟ لا هذه المليفه اللي فيها الزوقه. مليفه زهراء كريب. هذو كلهم خارجين دابا؟ سوس دي. سوس دي كريب مليفه زهراء. المهم هذا الشيء كله خارج هذا هذا. هادي جوهر. وشي حاجه وشي حاجه ولكم خاتها هي وشي حاجه زعما راه حنا خدين الوالده نيت هذا قلت لها هذا باش تدي معايا رضا خدها لها مستكريه باش تدي قالك دي معايا رضا هاد التويبات المهم شي حاجه زوينه وراقيه نوريكم هادو اللي لابسينهم لي مانكا المهم هادو هما التويبات اللي كاينين دابا هاداك بالنسبه اللي بغاين الدات بالحجار وداكشي هو كلشي عنده هنا هيا اتواب عمر فردوس غير كتنزلوا مثلا حدا البوسطه هذيك غتنزلوا حدا البوسطه كتدخلوا مع ديك الزنقه اللي اونفاس مع البوسطه وغادي تزيدوا واحد شويه كتلقاو هو تقريبا الرابع ولا سميتو امريديل سميتو امريديل ها هي المهم هاد التليفون هاد الفيكس هاد البورتابل هذا هو ايوب هذا هو الشخص اللي غتلقاو في المحل وغيتعامل معاكم مرحبا الله يحفظك ايوب هادو انواع ديال الكريب سامبل كريب جورجيت مع ساتان دو سوا كاين لا موسلين كاين دومي سوا كاين جيس كافالي كاين درا دو سوا المهم هاد الاسامي راه ما نعرفهمش هو السيد من المحل كاين تشيل كاين كلشي مرحبا بكم كما قلت لهم قلت لهم الا شفتو ما غتفوتوش المحل يعني كلشي هنا هذا فلوري زوين هذا خودي شي حاجه زوينه ديال ايطالي هذاك زوين بصح بالنسبه للقفيطنات بالنسبه لل بصح تجلي البس يجيو زوينين الموديلات ديال الخياطه كنادر عرفتوا الثوب ديالو شحال من السورطب بزاف هذا ايكيفالون ديال الباسي كاملين أي تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك يا ربي هادو بروشيات هذا تشوف القفاطن بروشي دو سوا من بيرل بالجوهر زوين تاهو هذا شوف فيه اللون ديالو المهم اي حاجه كنوريها لكم راه باللوانات ديالها هادو بروشي دو سوا بروكار لا لا واش فين اللون ديالو كاين مبرد لاسوا مبرد لاسوا مبرد لاسوا مبرد ديال التاج هادي مبرد ديال لاسوا البرومي هادي الاولى هادي فيها لوينات يا وري دابا هي كتاخذ برا من شي حاجه كتلقاها بعض المرات ماشي البروميان ولا لا هادو اللي كان المهم حنا السيد حنا مجربين زعما خلاوها مالا صب نهرد الله يعمرها دار وما دا زوين بزاف او شي هناك اللي بغوشي هذاك ما عرفتش انا ما عرفتش هذا شنو سميتو؟ هذا بغوشي حتى هو بغوشي
دابا هادشي اللي عندنا في كاين في التصاور مصورين لبغيتي هكذا مخيطين طالعين عندك الكتاب؟ لا هي تصاور تصاور في التليفون. ها هما اللي صورت لكم داك النهار هما هادو فاش شلحت الفيديو. نجهز المحل مزيان ونقي ونحط المحل الله. شكرا اخويا. هذه المليفه اللي خدينا لامي خفي كما تنقولوا حنا خفيفه وطايحه وزوينه. انا ما خديتش داك النهار من عنده حيت انا كنفصل وما عندوش كوبوات ديال المليفه عنده 2 متر ونص، ولكن ملي مشيت عند الخياطه انا خديت 3 متر. من ديتو من الخياطه الخياطه تبارك الله على ما نقولش لكم قالت لي جيبي لي 2.5 نطيح لك فيه الايفاز ندير لك ايفاز ندير لك واسع من التحت. قالت لي في اللي غنطيحو لك في 3 ميتو نطيحو لك في 2.5. قالت لي عمرك كيبقى المره الجايه غنمشي ناخذ من عنده تويبات اخرين. المهم هذه المليفه هي عجباتني بزاف وعنده فيها زواقات اخرين زوينين. المهم شي حاجه ما دايراش كنتمنى تعجبكم وسيروا عند الولد غير قولوا له ايوب من طرف مطبخ خوخه راه يتعامل معكم مزيان. انا غنخلي لكم ايوب النمره التليفون ديالو ايوب فردوس غنحط لكم النمره ديال ايوب اللي بغات شي حاجه غتصل بايوب يقول لها شنو كاين وتمشي عنده. السلام عليكم البنات، هذا نهار اخر في الدار البيضاء وبالضبط في البرنوسي. تحيه للبنات اللي كيسكنوا في البرنوسي. حنا دابا الفوق في المنصور كيف في المنصور هذا المنصور باش ما نعطيش شي حاجه غلطه. غادي ندوزو على واحد الجامع، الجامع الجزائري اللي معروفه بهاد البلاصه. كنت عند عقوستي دابا كتسكن هنا. هذا هو الجامع ديال الجزائر هو هذا. وهاد البلاصه ما عرفتش شنو سميتها دويره دويره في البرنوسي. هذا واحد سوق نموذجي دوك اللي كانوا عندهم كانوا حاطين عشوائي داروا لهم هذا السوق هذا زوين. المهم كل واحد عطاوه هكا محل وعمروهم بالسلعه. المهم تعجبني هذا السوق اوكي ما جيتش ليه هذه المره حيت كانت واحد المجيه مزروبه ما جيتش ليه. هذا شارع شوفوني كتقولوا شوفوني هذا شارع شوفوني هذا هاد الترام راه ما كانش هنا. يلا دوزوا الطريق ديال الترامواي اللي باقي ما خداماش. وكاين السوق لتحت كاينه قصريه لتحت. هاد هنا فين ولات رايحه انا فهاد الفردوس ممكن زوين قبل دابا ما عرفتش كيتشكاو منو الناس ما عرفتش صافي. وكاين ديال البوليس ودابا حنا غنطلعوا للطرق ان شاء الله. السلام عليكم، بغيت نقول الاخوات بسلام عليكم. راه خوخه مشات بدات مع التليفون عدا التليفون واللي كيصور مزيان المسائل والاخر اللي مشى لينا والاخر اللي مشى لينا الله يرحمه. المهم كنا غادي نصوروا لكم ودينا معنا 2 تليفونات، واحد مشى الله يرحمه داو صحاب داو هذاك ما مكتشفاش صحاب الحسنات الله يربحهم ما عندنا من نديرو. انا وعزاكم واحد. المهم زكريا رداني الحي الفرح. المهم ايوب فردوس غتلقاو غنحط لكم النمره ديالو راه عنده تواب زوينين بزاف والثمن ان شاء الله غادي معكم ثمن مزيان. قولوا لي من طرف خوخه ولا من طرف زكريا بحال ومرحبا بكم في اي وقت عنده. قادر الله يعمر دار وعنده تويبات زوينين داكشي ديال تركيا وداكشي. المهم محل زوين عنده. تحيه خاصه للناس اللي على برا المغاربه اللي على برا واللي هنا واللي لهيه. تحيه خاصه ليكم.
تهلاو ليا فراسكم بزاف وساعه ونتلاقاو ان شاء الله ضروري غنتلاقاو. وريزي عدي سما ونديرو ان شاء الله. اختي امينه، اختي شروق، فاطمه الزهراء من امريكا، سعاد من امريكا، الناس ديال اللي كاينين في المغرب العربي، تحيه خاصه الناس ديال دول الخليج، مرحبا بكم فين ما كنتو ان شاء الله راكم عزاز وغالين وعزاز على قلوبنا. ان شاء الله ويا فراسكم وساعه سعيده. قبل ما نمشيو الناس ديال الجزائر راكم عزاز بزاف، كم واحد التعزيه، عظم الله اجركم من جيش دوك الناس اللي ماتوا، عزانا وعزاكم واحد والله يجعل محبتهم صبر. لا وانا اليه راجعون.